لكل من التحق بنا الآن، صباح الشروق، مستمر معاكم المرأة والسلام. المرأة وما أدراك ما المرأة، المرأة المنتجة، المرأة إذا وظفت أو تم توظيف جهدها وتم توظيف قدراتها بالضرورة هي شريك، وهي مساهمة، مساهمة مباشرة في قضايا السلام، في قضايا الديمقراطية، وفي قضايا حتى حياتنا العامة. يعني أنا سعيد جدا بأنه يكون معي أستاذة سامية علي حمزة معي في صباح الشروق. مرحبا بك. مرحبا بك أستاذة. شكرا لكم وشكرا للشروق وشكرا لكل المشاهدين اللي بتابعونا. شكرا لكم. تسلم يا رب. الله يخليك. في بيان كبير، أول شيء أنا بخصص جزء من جزء كبير يعني من الحوار ده للبيان. البيان اللي عملتوه أنتم منو اللي عملتوه بمشاركة مع منو كده؟ طيب البيان هو اسمه البيان النسوي. بداية أنا حابة حرفيا أنه أشكر كل القائمين على البيان ده وعلى كل المجموعات وعلى كل السيدات اللي اجتهدوا جدا، سيدات ورجال برضو كانوا مشاركين في إخراج البيان ده. البيان بشكل مختصر هو عبارة عن مطالب وحقوق النساء اللي من الطبيعي في دولة مفترض تكون ساعية لنحو التغيير إنه يكون خدت في باله إنه المطالب دي تتحقق ولو حتى على المدى الطويل، لكن نبدأه من هسي ونشتغل عليه للفترة الجاية. البيان النسوي مشارك يعني هي مبادرة طلعت من صيحة، شبكة صيحة، بمشاركة من مجموعات نسوية كثيرة ومنظمات مجتمع مدني وأجسام نسوية سياسية وأجسام اجتماعية، كلها يعني عشان هدف أساسي اللي هو عايزين كيف نوحد الأجندة النسوية وإنه يكون على الأقل عندنا حد أدنى لمطالب النساء، سواء كانت في الخرطوم أو كان في الولايات أو كان في مناطق النزاعات، بحيث إنه كل القضايا دي إنها هي توضع على طاولة متخذي القرار وإنهم هم يعينوا قدر شنو إن النساء محتاجين لتفاصيل كثيرة. إحنا قسمناها لمحاور، في منها المبادئ والقيم اللي إحنا بنرتكز عليها، بعد كده عندنا محاور برضو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية برضو تكلمنا عن. ليه البيان في الوقت ده بالتحديد؟ التوقيت يعني هل هو تأخر ولا البيان ده مفترض؟ أنا أفتكر إنه هو ما اتأخر، يعني هو ده تتويج لجهود بتاعت نساء كتار جدا كانوا شغالين عن يعني في العمل العام. لكن بالنسبة لي إنه هي دي ما سدرت المنتهى برضو، لكن كونه إنه يكون في توحد حول منديت محدد أو بيان محدد، كل النساء يكونوا متفقين حوله، كلهم متفقين حول البنود اللي بيتكلم عنها البيان، فأنا بالنسبة لي دي خطوة متقدمة جدا. عارفين إنه الحركة النسوية هي من الحركة النسوية السودانية هي قديمة جدا يعني على مستوى أفريقيا، لكن جاء الوقت اللي هو فعليا تكون في أجندة واضحة للنساء ورؤية واضحة يتم إدراجها، يعني سواء كان في مؤسسات الدولة، سواء كان في الأجسام السياسية أو كانت الأجسام المدنية كلها، بحيث إنه ما يكون الكلام عن مطالب النساء هو كلام للكسب السياسي فقط أو ناتج عن عدم معرفة. الآن وده كان السؤال الجاي اللي هو في المبادئ، أنا طرحت على البيان طبعا. أيوة. هو بيان يعني شوية عاوز صبر عشان تقراه يعني. صحيح صحيح. وكده يعني المشاركة النسوية بشكل عام على المستوى الاجتماعي والسياسي وحتى إيفن الرياضي حتى والاقتصادي. إيفن والاقتصادي بشكل عام، كده نتكلم عن البند ده شوية. طيب هو الوضع بتاع النساء عموما هو ما بنقدر نفصله إنه القضايا السياسية دي هي منفصلة عن القضايا الاقتصادية أو هي منفصلة عن القضايا الاجتماعية، وهي كلها بتتداخل مع بعضها، ففي النهاية بتنتج معوقات وتحديات قاعد تقيف قصاد النساء في إنهم هم لو حتى عايزين يشتغلوا عمل خاص، هم عايزين يشتغلوا الشغل بتاع ريادة الأعمال، عايزين يحسنوا دخولهم الشخصية، عايزين يشتغلوا عمل سياسي، عايزين يشتغلوا عمل رياضي. لو لاحظت الأزات والمجال الرياضي قد يكون خالدة يعني ما عدا أسماء محددة في المجال الرياضي، ولكن أنا بالنسبة لي هسي حصلت يعني نقلة كبيرة جدا، يعني في نساء كتار اقتحموا مجالات كانت صعب جدا في الماضي إنه
يتم اقتحامها، لكن بتعتبر هي تجارب شخصية. يعني ما نقدر نسقطها أو نعممها على بقية النساء في كافة ربوع السودان يعني. طيب. فالمرأة في الخرطوم ما هي المرأة يعني الوسط الخرطوم، ما زي بالضرورة. هامش الخرطوم مثلا أو في الولايات، وكلهم عندهم قضاياهم وكلهم عندهم احتياجاتهم، وأنا بالنسبة لي ما في احتياج هو أقل من احتياج. يعني الحريات الفردية والشخصية دي احتياجات ناس، ما بنقلل منها مقابل مثلا احتياجات تانية بتخص العيش الكريم والخدمات زي التعليم والصحة وهكذا. ففي الحركة النسوية يعني إلى حد ما حاليا بيتم تقبل المطالب بتاعت النساء دي بشكل يعني اي مجموعه او اي مدرسه نسويه عارفه انه هي يعني اهدافها شنو مثلا او تصوراتها شنو، لكن في النهايه الكل يحترم احتياجات الكل وهكذا. طيب نخش لجوا شويه. ايوه يا زي ما يقولوا سو ديب يعني. أوكي. المراه والسلام، المراه والحرب، النازحات. يس. تحديدا النازحات. صحيح. وانا مصر جدا ركز على المساله. صحيح. على النقطه دي، على الجند ده يعني. عرفتي يعني النازحات من الحروب. صحيح. الناجئات من الحروب. صحيح. وزي ما قلت انا في بدايه تقديمي لك انه الحروب اكثر ناس بيعانوا منها النساء والاطفال. صحيح. الدور شنو الحكومه تجاه النساء دي الناجيات من الحروب نزحوا؟ صحيح. وشالين طفلين ثلاثه يعني. صح. يعني عطفا على انه النساء هم الاكثر تضررا من الحروبات، هم النساء ذاتهم اسلحه للحروب. يعني في واحده من النزاعات او في بعض النزاعات في بعض المناطق هم كانوا قاعد يتم استخدامهم لكسر شوكه المجموعات الاخرى. يعني بيتم زي الحكامات مثلا الحكامات كان عندهم يعني في جزء منهم ادوارهم ايجابيه وفي جزء منهم. صحيح. كان ادوارهم كانوا بيزيد النزاعات. في برضو النساء تم استخدامهم في الحروبات دي، كانت في قبائل بيتم اجتياح القرى بتاعتها واغتصاب نساء بغرض يعني كسر القبيلة المعينة أو المكون الإثني حسب الثقافة العامة طبعا. بالضبط كده. كسرت بيتم من خلال زوجتك أو من خلال أمك أو من خلال أختك. ما هو دائما شرف الأسرة بيتم وضعه. صحيح. يعني مسؤولية على عاتق. صحيح. على عاتق النساء. نعم. يعني في النهاية ما هو الغلط غلط، وبيتم مفترض اللي بيغلط بيتم محاسبته بغض النظر عن هو رجل أو امرأة. لكن دائما بنلقى انه القضايا اللي بتخص النساء دائما العقوبات بتاعتها بتصل حد الموت. يعني اي خطأ بترتكبه البنات او السيدات قاعد تكون العقوبة شاملة الأسرة كلها. يعني بيتم ادخال المجتمع كله في الأخطاء دي. لكن بالمجمل انه يعني أنا قاعد أشوف إنه النساء حتى في مناطق الحروبات والنزاعات هم شالوا سلاح. هم شالوا سلاح. صحيح. هم قادرات ياخذوا حقوقهم وكذا. لكن بالعرف يعني أو حتى بتربيتنا بجزء من تربيتنا وتقاليدنا وعاداتنا النساء دائما بيميلوا للسلم أكثر من العنف. طبعا. بيميلوا أكثر للحلول الحوارية السلمية. صحيح. والحوارية وهكذا. رغم إنه كلامكم كثير لكن ما هو الكلام الكثير ده عشان يجنبك الحته بتاعت العنف. يعني ما بيكون اللجوء للعنف بالضبط كده. صحيح. فاستخدامهم للحروبات دي خلت انهم هم فعليا مفترض يكونوا المستفيدين من عمليه السلام والامن. لكن للاسف دائما عمليات التفاوض وعمليات البروسيس اللي بتتم قبل عمليه بناء السلام واستتباب السلام قاعد يكونوا النساء يعني خارج العمليه دي، ما قاعد يكونوا مشاركين وقاعد يكونوا التحدث بلسانهم. في المنافسة اللي احنا بنتكلم عنه هسي حاليا انه لا، مفترض النساء حتى لو كان في مشاورات سلام قادمه مفترض النساء هم يكونوا انفولف في هم يتكلموا عن احتياجاتهم. طيب ما يتم الكلام كويس. عشان احنا برضو نكون عمليين جدا. نعم. طيب في نساء نازحات. يس. تعرضوا لاغتصابات. صحيح. في مناطق الكونفليكت تحديدا. صحيح. مناطق الحروب وكده وحوامل. صحيح. وولدوا. صحيح. كيف تتصرف؟ هي دي واحدة من الجرائم اللي تعتبر ضد الإنسانية ومسكوت عنها. بالضبط. هي دي حرفيا جرائم ضد الإنسانية باعتبار إنه بيتم اغتصابهم بيكونوا في يعني أول حاجة ما في خدمات صحية قاعد تتقدم بشكل المطلوب للضحايا. الخدمات دائما قاعد تكون قاصرة. المغتصبات تحديدا يعني المراكز العاملة على يعني تأهيل الضحايا
بسيطة جدا في السودان وهي مفترض كان تكون مسؤولية الحكومة مباشرة طبعاً. لكن للأسف يعني الحاجة دي ما قاعدة تتم بشكل المطلوب. الحاجة الثانية هم ذاتهم يعني بيكونوا بين نارين، بين إنهم هم تم اغتصابهم من مجموعات معتدية عليهم. طيب. فبعد ذاك المسألة بتاعت الناتج يعني الأطفال الناتجين عن عن العملية دي الأمهات ذاتهم بيكونوا في صراع نفسي كبير بين إنهم دي الأطفالهم وبين إنهم هم دي هم أطفالهم، لكن في النهاية هم نتيجة لعملية بتاعت انتهاك كبيرة جدا جدا. في جزء منهم يعني فكر في الانتحار، في جزء منهم فكر في الإجهاض، في جزء منهم تم يعني نفيهم من أسرهم. يعني حرفيا ضحايا الاغتصاب دائما بيتم لوم الضحية أكثر من الجاني يعني. ودائما قاعد يتم الاتهام النساء بانهم هم السبب اصلا في العمليه بتاعت سواء كانت التحرش او الاغتصاب او الاعتداء بشكل عموما. ويتم ردها لانه يا مثلا هي لابسه كيف مثلا او كانت ماشيه وين او طلعت من وين او كلها تفاصيل بيتم اقحامها بطريقه تخلي الجاني انه هو يفلت حتى من العقاب. حتى في القانون اثبات الاغتصاب ما مفترض يكون على الضحيه، مفترض اصلا يكون على الجاني هو يثبت عدم عدم ارتكابه للانتهاك ده. ولكن دائما حاليا بيتم يعني ادانه الضحيه ادانه الضحيه سواء كان مجتمعيا قانونيا يعني. بالضبط كده قانونيا او اجتماعيا او هكذا. المشاركات طيب بشكل عام يعني مرات كده خارج النص يعني مرات يعني بعض الرجال انا ما اقول كلهم بيحسوا بانه المنظمات الشبيهه بصيحه بانا انت فيها بانا انكم انتم اعداء للرجال وانه انتم بتكرهوا الرجال، انتم عاوزين العالم ده عباره عن نساء وما ادري اي رجال طبعا هو فعلا احنا بنسمع كثير جدا من الـ من الـ من التنمر. وانا بالنسبه لي دي واحده من ادوات المقاومه لعمليه التغيير المفترض تحصل او التغيير الحتمي اللي حيحصل. انا بالنسبه لي واثقه تماما انه هو حيحصل التغيير ده حتى لو كان بطيء او على فترات طويله. لكن هو في حرفيا يعني الحركه النسويه ابدا هي ما ضد الرجال ولا هي تعتبر الرجال هم اعداء لها. لكن المعروف انه نحن ضد العقليه الذكوريه. العقليه الذكوريه دي اذا خديناها بين قوسين هي العقليه اللي بتتحكم في حياتنا وفي تفاصيلنا اليوميه، في تفاصيلنا السياسيه الاقتصاديه. هي بتعمل الدساتير، هي اللي بتعمل القوانين، هي اللي بتعمل السياسات وهكذا. العقليه دي هي ما حاملينها رجال فقط، حاملينها رجال ونساء. يعني احنا العقليه الذكوريه دي ما رجال بس، هي يعني عقلية حاملينها نساء ورجال. وبذات القدر في مجموعات نحن بنقول عليهم النسويين أو النسويات، هم دول برضو في رجال ونساء هم مؤمنين فعلا بأنه يكون في عدالة وفي مساواة حقيقية نوعية في المجتمع. لكن زي ما قلت أنه الحركة النسوية ذاتها فيها يعني حصل لها مد جزري كثير. يعني في كان خطابات فعلا كانت مستعديه رجال بعينهم، لكن يعني عنيفه كانت اجريسيف جدا فعلا وكانت بتعتبر انه فعلا العدو هو الرجل. لكن هي انا بالنسبه لي هي المدارس النسويه مدارس كثيره جدا وما في من كان يقدر يقول المجموعه دي نسويه او ما نسويه. ما بنقدر يعني نلغي الصفه دي، لكن في النهايه الهدف مشترك انه يا اخي تحسين وضعيه النساء وانه يكون في وضع افضل. انا بالنسبه لي اللي بيستخدموا الاداه بتاعت صدمة المجتمع أو اللي هم عايزين يشتغلوا على تغيير بطيء، هم الاثنين بيخدموا هدف واحد لكن بتختلف آلياتهم بعد كده. هم كلهم بيشتغلوا ضد عقلية قاعدة تسيطر بشكل أو بآخر وفيها رجال ونساء زي ما قلت. سامي على حمزة، شكرا. شكرا لك كثير. شكرا لك. شكرا لك. والله سعدت بك جدا وسعدت بالحوار الواضح والصريح ده. شكرا جزيلا. وسعدت بأنه هبشنا نقاط مسكوت عنها. ودي يعني دي فرشه لحوارات جايه ان شاء الله نتكلم فيها بكل الوضوح والشفافيه. والله بس اخر توصيه بالنسبه لي لكم انتم كاعلاميين، يا ريت يعني تاخذوا
يعني كنصيحة إنه يعني قضايا النساء حرفيا محتاجة لكم جدا. صحيح. محتاجة لأنه أنتم فعلا ذاتكم تفهموا التعقيدات الحاصلة فيها، تفهموا قدر شنو في خطوات اتعملت وتعرضوها لنا. يعني احنا في حوجة لكم جدا. حريص انك تجي للضيفة. شكرا جزيلا. عشان كده انا كنت مزعجك بالتليفون لازم أيوه تجي. صحيح. شكرا جزيلا. عشان كده ودي جزيلاً. بداية لمشوار. شاكر لك المبادرة واتمنى انها تستمر يعني. يديك العافية. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا استاذ سامي علي حمزة. شكرا. ده كل ما أتاح لنا الزمن في صباح الشروق لهذا اليوم. حنتلاقى ثاني يوم الأربعاء إن شاء الله في مواضيع جديدة وفقرات جديدة على صباح الشروق. خلوا بالكم من روحكم. السلام عليكم.